بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي مع مس هناء السمان. ان شاء الله يا شباب لقانا مع طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي تدريبات الورك بوك يا شباب اللي جايه على الوحدات من 1 ل 3. دي تدريبات الورك بوك. يعني ايه تدريبات الورك بوك؟ يعني تدريبات كتاب المدرسه. يعني ممكن تلاقي جيم جايبها في صفحات، المعاصر جايبها في صفحات، فمش هنتكلم في فكره الصفحات دي. المهم عندي انا ان التدريبات هي تدريبات الورك بوك بتاعت كتاب المدرسه. جيم ممكن يكون جايبها في صفحات، والمعاصر جايبها في صفحات، وكتاب تاني جايبها في صفحات. مش هنتكلم في كانت صفحات دي يفرقش معانا. ايا كان الكتاب اللي انت شغال بيه، دي تدريبات الورك بوك بتاعت كتاب المدرسه على الوحدات 1 و2 و3. نقول الكلام ده تاني، مش محتاجين ان احنا نقوله تاني. على بركه الله صحيح نبدا ونقول choose the correct words from to complete the sentences. هنختار الاجابه الصحيحه عشان نكمل ايه الجمل. اول جمله بيقول لك فيها we think that the person، احنا بنعتقد ان الشخص who won the quiz is a، اللي فاز بالامتحان الموجز الصغير ده is a، ايه الصفه اللي هنديها له؟ he looked up the answers. ده جاب الاجابات منين يا باشا؟ جاب الاجابات اونلاين على الانترنت، which was not allowed، الموضوع ده ما كانش مسموح بيه. طب ده كده نقول عليه chat، دردش، عمل دردشه، bias كان في تحامل، ولا cheat غشاش، ولا spin كلمة spin بمعنى يلفق؟ لا، هو هنا هو الشخص ده نقول عليه ايه؟ cheat، cheat ده بمعنى غشاش. بمعنى غشاش. نروح الجملة 2، يو ماست بي، يجب ان تكون ايه؟ وجاب لي فراغ اوف يور سيلف، من نفسك او بنفسك. طيب يو هاف ميد سيلي ميستيكس، انت عملت اخطاء سخيفه يا اخي، حاجه مش حلوه كده. تبقى انت تبقى ايه بقى؟ براود، فخور، بليزد، مسرور، افرد، خائف، ولا اشيمد، بقول لك مكسوف من نفسك، تشعر بالخزي والعار والعار والعياذ بالله. يبقى انت كده ايه؟ عايز اقول لك يعني اتكسف من نفسك يا اخي، الاخطاء اللي انت عملتها دي مش اللي هي. ثلاثة بيقول لك فيها ده جاب فراغ of some plants of some planets، كذا لبعض الكواكب، إذا كذا of some planets in our solar system، في النظام الشمسي بتاعنا is rocky. rocky معناها صخري، يعني ذو طبيعة صخرية. ماله يا عم الحاج ده؟ impact بمعنى تأثير، face بمعنى وجه الإنسان، scar معناها ندبة، والندبة دي معناها أثر جرح، وعندها بعد كده surface المعنى الحرفي ليها سطح. هنا ناخدها إجابة عشان تبقى the surface of some planets، سطح بعض الكواكب، سطح بعض الكواكب. ماله سطح بعض الكواكب؟ بيقول لك ان هو له طبيعه صخريه. في جمله رقم 4 بيقول لك فيها it is a، انه كذا، ماشي، to think that women always do housework، انه ايه بقى؟ ان دايما تعتقد ان النساء كل شغلها انها ايه؟ انها تقوم بالاعمال المنزليه. نحرك شويه بس عشان تبقى الجمله دي ظاهره قدامنا. انه ايه؟ ان انت تقول ان الستات ما فيش حاجه انها تعملها غير ان هي تعمل الاعمال المنزليه. بريجيدس، تحامل، ستيريوتايب بمعنى نموذج نمطي للتفكير او فكره نمطيه قديمه، ولا تايب بمعنى نسخة، ولا نسخة أو نموذج من شيء، تمام، ولا incident بمعنى حادث أو حادثة، في قصة، في حدث بيبقى في الغالب بيبقى يعني بيبقى سيء والعياذ بالله. لا، دي كده بقى ايه؟ stereotype. stereotype بمعنى فكرة نمطية، تمام، فكرة نمطية. ان انت تقول ايه؟ تقول ان الستات ما فيش حاجة يعملوها غير ان هم يقوموا بالأعمال المنزلية. خمسة بقول لك فيها what is the best، ما هو أفضل كذا for a headache، headache يعني صداع. بيسأل عن أفضل إيه للصداع؟ كوز، سبب، ولا تريتمنت، علاج، ولا إلنس، مرض، ولا سيرجن، سيرجن يعني جراح. لا، هو إحنا عايزين أفضل تريتمنت، what is the best treatment، أفضل علاج. ستة بيقول لك فيها people who leak books، الناس اللي بتسرب الكتب and join in كذا are punished for their crime، وبيشاركوا في كذا بيتم عقوبتهم على هذه الجرائم. piracy اللي هي القرصنة، ولا بايرتس القراصنه، تشيت معناها يغش او غشاش، ولا تشات الدردشه، جوين ان بايرسي مقصود بها القرصنه على الكتب يا شباب. دي جابتنا في جمله 6. سبع لك وايل اي، بينما انا كنت كذا دينر سم وان نوكد اون ذا دور، حلو خالص. الجمله دي كده فيها قاعده، يبقى وايل اهي جملتها هي اللي فاضيه. الاختيار الناحيه الثانيه، الجمله الناحيه الثانيه فيها ماضي بسيط، يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز وايل اللي جملتها تكون ماضي مستمر، لان الطرف الثاني فيه ماضي بسيط. يبقى هاد في شكل الماضي مش هتنفع، was طبعا هاد كده ماضي بسيط، was having ماضي مستمر، did have صحيح ماضي بسيط لكن هو ده شكل السؤال،
ام هافينج مضارع مستمر. انا عايز الماضي المستمر وده متحقق في was having، حدث كان مستمرا وقطعه اخر، اجابه واحده صحيحه. تمام. فيها دكتورز كيب ذا هيلث، الاطباء بيحتفظوا بايه؟ هيلث، ايه اللي له علاقه بالهيلث ده؟ الصحه. of all their patients، كل مرضاهم. so they know what illnesses they have had in the past، وده بيخليه يعرف الامراض اللي تعرض ليها في الماضي. طيب بيحتفظوا بايه الدكاتره؟ هيلث ايه؟ بيبر، ورقه، ريكوردز، سجلات، بليسمنتس، وضع اشياء او في اماكن معينه، ولا فيجرز بمعنى ارقام. لا، هم بيحتفظوا بحاجه اسمها هيلث ريكوردز، سجلات صحيه. مع جمله رقم 9 بيقول لك فيها after he had examined the athlete، بعد ما قام بفحص الرياضي، شخص رياضي يعني، اهي اللي هاد متحقق فيها الماضي التام عشان افتر ايه ده. دكتور الطبيب عمل ايه بقى؟ هيم بيرميشن، اداله، عايز اقول لك اداله اذن يعني، تو جوين ذا كومبيتيشن، عشان يشارك في المنافسه. طيب الماضي التام متحقق في طرف الجمله الاولاني، يبقى انت كده فاضل لك ايه؟ فاضل لي الماضي البسيط. يبقى نقول جيف دي ماضي بسيط، جيفن تصريف ثالث، هاد جيفن ده ماضي تام، جيفز مضارع بسيط. انا هاخد جيف اللي هو ده شكل الماضي البسيط عشان تحقق لي هنا طرف الجمله الثاني. الدكتور ده هو فاعل الجمله، هو فعل الجمله في الحالتين، ماشي؟ هو فعل جملتين على فكره، انه بعد ما قام بالفحص ادى اذن، الفاعل في جملتين واحد. المهم عندي انا مش نقطتي هنا ده، انا نقطتي ان الجملتين واحده فيهم متحقق فيها الماضي التام، يبقى الثانيه هتكون ماضي بسيط. عشان بقول لك فيها ده ترين القطار ماله بقى؟ before we arrived at the station. حلو خالص، ادي طرف الجمله الثانيه هو متحقق في الماضي البسيط عشان رابط بيفور، يبقى الناحيه دي هيكون ايه؟ هيكون ماضي تام. هم لما وصلوا المحطة كان القطار غادر بالفعل، يبقى حدث المغادرة كان سابق على حدث الوصول، يبقى لازم يكون ماضي تام. had left ماضي تام، has left مضارع تام، was leaving ماضي مستمر، و will leave will المصدر. أنا عايز الماضي التام وده متحقق في had left. إحنا قلنا السببية يا شباب، يعني شرحنا الموضوع قبل ما ناخد اختيار. حسبوا اللي في مستر علي ماله بقى؟ at a shop في محل for 10 years لمدة 10 سنوات، خد بالك من فور وراها مدة زمنية محددة. before he، وادي الرابط before he، وادي ماضي بسيط بعدين. حلو خالص، يبقى انت كده عايز الناحية دي ايه؟ عايز ما يدل على الماضي التام المستمر، لأن before من الروابط اللي جملتها تكون ماضي بسيط، والناحية التانية يكون يا ماضي تام يا ماضي تام مستمر. ايه اللي يديني فيصل؟ اللي يقول لي أنت عايز ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ أهي فور وراها مدة زمنية محددة، يبقى أنت كده عايز الماضي التام المستمر. has worked مضارع تام ما تنفعش اختيار اساسا، is working ما تنفعش اساسا، will have been working ما ينفعش اساسا. ليه الثلاثه دول ما ينفعوش؟ طرف الجمله هنا هو ماضي، ازاي في وجوده تقدر تجيب مضارع تام ولا مضارع مستمر ولا مستقبل تام مستمر؟ مش ينفع. انت عايز ايه؟ عايز ماضي تام مستمر وده متحقق في had been working، اجابه وحيده صحيحه. 12 بقول لك فيها the bridge over the valley، الكوبري اللي معدي من على الوادي، is built on a، تم بناؤه على ايه؟ scale than the one over the river. طيب ايه دي؟ ايه كلمة scale؟ معناها نطاق. طيب big صفة في وضعها الطبيعي، bigger مقارنة، biggest ده تفضيل، وذا biggest تفضيل برضو بس زي موجود. الله، طب اخد مين فيهم؟ واخد بالك من ذان المستخبية بعد كلمة scale؟ تخليك تاخد بيجر مقارنة للصفة، إجابة وحيدة صحيحة. نتحرك مع 13 وكمان معاها نشوف رقم الصفحة. when the bus plunged off the bridge، يعني عايز أقول لك إيه؟ اسمه ده الأتوبيس يعني اصطدم أو وقع من على الكوبري يعني. it was a كذا experience، يعني كانت بيصف الخبر اللي اتعرض ليها of my life في حياتي. we were lucky that nobody was hurt، الحمد لله ما حدش أصيب يعني. طيب most shocking، يبقى كده خلي بالك انت عايز ايه كده؟ عايز ايه في الصفة؟ عايز لها تفضيل، مش بقول لك انها كانت كذا of my life في حياتي. of my life دي تدلك على ان هذا الشيء ياخد اقصى صفة على مدار حياته كلها، يبقى الاكثر صدمة. يبقى نقول most shocking ده تفضيل، shocking وده شكل الجرند، ماشي؟ صفة في وضعها الطبيعي يعني، صادم بمعنى. مور شوكينج دي مقارنه، وليس شوكينج اقل ايه؟ صدمه. يعني احنا عايزين ايه؟ تفضيل. موست شوكينج لان الصفه شوكينج دي صفه على كده شبه في اي ان جي بمعنى صادم، حطها في شكل التفضيل، وبما انها كده اعتبرت صفه قد طالت مقطع فهتاخد قبلها موست. الله، طب فين ذا؟ اهي مش حاطين عليها علامه فوق. فور ذا نيكست يير، للعام القادم، ماشي؟ يعني او عايز اقول لك طوال العام القادم. احمد ماله بقى؟ اون ان انجينيرنج بروجكت، في مشروع
لمادة الهندسة أو للهندسة هنا الإكزام ده في اسكندرية. طيب دي كده فور اللي قدامك دي بديني دي بقول لك عايز اقول لك طوال كده انت بتتكلم في فكره المستقبل ومش بس لا كده لا ده مستقبل مستمر was working ده مستمر بعيد عننا اساسا will have worked ده مستقبل تام مفيش ما يدل على ان الحدث تم يعني ما قلتش حدوث كذا هيكون تم كذا will be working المستقبل مستمر has been working had been working ده ماضي تام مستمر بعيد عننا اساسا احنا قلنا هناخد المستقبل المستمر واحنا قلنا السبب ايه اللي بعدها لما اقول لك باي وراها سنه لسه ما جاتش يبقى انت حضرتك كده بتحكي عن ايه بتحكي عن المستقبل التام ماشي بحلول العام 2050 I think that astronomers اعتقد ان رواد الجماعه دول بتوع الفلك علماء الفلك new planets كواكب جديده outside our solar system خارج النظام الشمسي بتاعنا احنا قلنا لما اقول لك باي وراها ظرف زمان او سنه زي ما انت شايف كده انت خلاص بتتكلم في المستقبل التام خلاص يبقى نقول will have found اجابه مستر انت مستعجل على الاجابه ليه ما احنا قلنا مستقبل تام ما تكمل اختيارات حاضر يا سيدي find ده في المصدر ومضارع بسيط مش تنفع have found دي مدياني مضارع تام و are finding مضارع مستمر احنا عايزين ايه مستقبل تام وده متحقق فيه will have found اجابه وحيده صحيحه 16 بقول لك فيها we won't be able to live on Mars until سوف لا نكون قادرين على الحياه على مارس مارس هو كوكب المريخ حتى ايه طب ادي until هي اللي فيها الاختيار عندك هنا فوتر زد تمام until هي جملتها فيها اختيار طب تعرف الجملة التانية زمن ايه زمن مستقبل منفي اهو صح كده يبقى انت عايز ورا until ايه يا مضارع بسيط يا مضارع تام شوف مين الموجودة will find ده مستقبل بوين have found ده مضارع تام will be finding مستقبل مستمر found ده ماضي بسيط احنا عايزين ايه يا مضارع بسيط يا مضارع تام مش موجود غير المضارع التام خلاص خدوا اجابة نتحرك مع جملة 17 واللي بيقول لك فيها I felt really sick انا والله كنت حاسس ان انا تعبان فعلا يعني مريض جدا او فعلا the party party معناها حفله ماشي so I went home ولذلك رجعت البيت او رحت البيت حلو خالص يبقى لي سو جملتها زمان هي يا باشا ماضي بسيط يبقى انت عايز ايه هنا هو عايز ايه هنا هو الله ده جايب الجملتين ماضي بسيط الله طب امال ايه اللي ناقص كده الرابط طب وايل ما يجيش وراها نوم وين ذا بارتي اي فيلت ريسك اي فيلت ريلي سيك عند او عندما الحفله ولا اون اللي يجي وراها جيرند لا جورينج هي اللي ينفع يجي وراها نوم اجابه واحده صحيحه بمعنى اثناء 18 بيقول فيها شي هاز ميد ا جريت كونتريبيوشن تو سوشيال ورك هي اسهمت اسهامات عظيمه في العمل المجتمعي او ايه العمل الاجتماعي in her neighborhood في الجيرة في الجوار في المنطقة اللي عايشة فيها يعني contribution here is a synonym for contribution بمعنى إسهامات طب هتبقى مرادفة لإيه؟ deprivation deprive معناها يمنع من كذا أو يحرمه من كذا طيب المنع والحرمان ولا donation التبرع ولا estimation estimation جاي من الفعل estimate بمعنى يخمن حاجة يحاول يقدر هي إيه يعني ولا relation علاقة لا كده هي عملت donation بقى عملت التبرعات في الجيرة أو المكان اللي هي ساكنة فيه. سارش بقول لك فيها my brother was finally أخويا أخيرا إيه؟ كمل. That he had been selected for the new position as sales manager إنه تم اختياره في الوظيفة بتاعت sales manager مدير المبيعات. طيب. was finally إيه؟ asked سئل سد قال informed أعلن تم إعلانه يعني أو أعلم تم إعلامه دي تنفع دي تنفع ولا ordered أمر لا informed تم اعلامه او اعلانه جلوله يعني تم هو هتاخد من لسانك كلمه جلوله يقول لي سيد يا مستر لا was finally said هي هو قال لا informed اعلم بكذا اخبره يعني تمام طيب 20 بيقول لك فيها you should يجب عليك ايه your foot in ice cold يجب عليك كذا قدمك في ice cold water يعني ميه بارده لدرجه تصل انها كانها بارده برود الثلج يعني to reduce the swelling عشان تخفف او تقلل نسبة التورم او ايه التورم اللي هيحصل لها يعني طيب يبقى تعمل رجلك ايه بقى ها appear يظهر float يطفو inverse ولا immerse immerse بمعنى يغمس عايز اقول له حط رجلك في ميه ساقعه جدا كما لو كانت ايه تلج علشان التورم اللي ايه تقلله يعني طيب 21 بيقول لك فيها this is the most difficult situation I طالما اداك تفضيل هنا هو يبقى انت كده الناحيه الثانيه عايز ايه؟ عايز
مضارع تام ماشي بهذا وهاز مع ايفر مع تصريف تالت ماشي خلاص، لان هو از عارف لو كانت الماضي كنا قلنا هاد، هاد وايفر برضو كانت هتنفع، لكن هنا هو جايب از. طب المهم يبقى ده كده عايزين، هنا هو قلنا عايزين مضارع تام في ايفر نقطة أساسية. طيب had ever been faced فيها بناء المجهول في الماضي التام، have ever faced مضارع تام active، had ever faced ماضي تام واكتف برضو، have ever been faced مضارع تام مبني المجهول. احنا عايزين المضارع التام في الشكل الاكتف اللي هي have ever faced، اجابة وحيدة صحيحة. عندنا شو بيقول لك فيها، which of the following is punctuated correctly، مين الجملة اللي جاية اللي البنكشويشن بتاعها سليم؟ تعال نشوف. The teacher said ماشي، لما بيكون عندك اولا طبعا هنا بدأ بحرف كابيتال، لما بيكون عندك كلام حد قاله تجيب كوما وبعد كده تجيب الكلام اللي متقال محطوط في تو انفيرتد كوماز. هو ما عملش كده، هو جاب الكوما صحيح بس جاب الجمله اللي هي مقتبسه اللي هي ماست فولو سكول رولز، ما حطتهاش تو انفيرتد كوماز، ده هو حاطط تو انفيرتد كوماز واحدتين بس هنا، هو يعني هنا في مشكله، الحته دي كان المفروض يبقى فيها تو انفيرتد كوماز للكلام المقتبس. ماشي خلاص، طالما في غلطه واحده يا شباب كده الجمله بقت غلط. اللي بعدها ده تيتشر سيد وبعد كده جاب الكوما ماشي تمام، حط الكلام يو ماست فولو سكول رولز حاتم ماشي، كلام جميل حلو خالص، التو انفيرتد كوماز هم موجودين ماشي صح كده ماشي، وادي الكوما قبل المخاطب بس النقطه حطها بره، شايف الفول ستوب جايه بره، شايفها الفول ستوب جايه بره اللي هي دي شايفها، لا ما ينفعش كده، ما ينفعش تيجي بره، انا محتاج ادخلها جوه التو انفيرتد كوماز. طيب تعالى بعدها، ذا تيتشر سيد، اه ما جابش هنا هو كوما، يبقى خلاص كده الجمله غلط، حتى الباقيه كلها صح، يعني يو ماست فولو سكول رولز وحط كوما وحاتم وفول ستوب وده الجولز ده صح، لكن المشكله هنا مفيش هنا يا شباب كوما بعد سيد. تعال نشوف الاخيره، ذا تيتشر سيد الكوما موجوده اهي، وري تو انفيرتد كوماز عشان كلام مقتبس اهو، تمام يو ماست فولو سكول رولز وبعد كده هو حط كوما عشان يجيب المخاطب، وادي النقطه اهي، وادي قفل قفل ب تو انفيرتد كوماز، يبقى الجمله الاخيره هي الجمله البانكشوشن بتاعها سليم تماما. يجي حد يقول لي مستر جمل البنكشوشن دي نتعامل معاها ازاي، ده مشكله، ارجع لفيديوهاتنا اللي كانت واخدينها من كتاب المعاصر اللي كنا مسمينه جيت ريدي، مش احنا مسمينه والله ده اصحابهم اللي مسمينه جيت ريدي، هتلاقي عندنا مجموعه من الفيديوهات بتتكلم عن البنكشوشن ماركس والكتابه والدنيا دي، تقريبا اربع فيديوهات موجودين على القناه والله موجودين، ارجع للقناه بس انت اتعب وبص في قوائم التشغيل يا شباب، عندنا قوائم تشغيل لكل اللي انت عايزه، لاولى لوحدها وثانيه لوحدها وثالثه لوحدها، وفي قوائم تشغيل للجرامر عموما والله كله موجود، بس انت ايه يعني اتعب فيه انك انت تكتب اسم الحاجه اللي عايزها على القناه بتاعتنا، ان شاء الله كله موجود. طب نروح جمله رقم 23 بيقول لك فيها pollution has a serious effect on our health، التلوث ليه تاثير، كلمه serious ان هو بمعنى خطير او يعني ضار يعني على الصحه بتاعتنا، هو في اي حال a lot of people الكثير من الناس are still ignorant لا يزالوا غير مدركين، ignorant مش عايزين نقول الكلمة بالعربي يعني جاهلين يعني كلمة شديدة شوية، of the importance لأهمية keeping the environment clean، أهمية إن هم يحافظوا على البيئة نظيفة. طيب this shows in ideas، الله الكلام ده الحكاية دي توريك إيه؟ الأفكار اللي هنا المعروضة نوعها إيه؟ يا ترى addition، addition معناها إضافة، contrast، contrast معناها متناقض يعني حاجتين عكس بعض، possibility معناها إمكانية واحتمالية، وريزون معناها سبب. ارجع للجملة ودور على كلمة دالة، pollution has a serious effect on our health، التلوث ليه تأثير خطير على الصحة بتاعتنا. however معناها على أي حال، however ليه على أي حال، دي من الروابط اللي بتربط جملتين متناقضتين، يبقى ده تسميه أنت تسميه contrast، إجابة وحيدة صحيحة. 24 بيقول فيها in a hook sentence، hook أنت المعنى الحرفي كلمة hook إيه؟ صنارة. طب الصنارة أنت بتستخدمها عشان تعمل إيه بيها؟ عشان تسحب بيها او تشد بيها او تجذب بيها السمك صح؟ خلاص يبقى هوك سنتنس معناها جمله جاذبه، جمله بتشد القارئ، تمام. يو نيد محتاج ايه يا باشا؟ سم اب يور اساي، بتلخص المقال بتاعك باي بريفلي ريفايزنج ذا انفورميشن كفر، ان انت بتراجع المعلومات اللي تم تغطيتها، لا ازاي احنا بنقول لسه جمله جاذبه، ده انت لسه بتشد القارئ. جراب ذا ريدرز اتنشن، بتشد انتباه القارئ تو ريد ذا اساي عشان يقرا، اه حلوه دي هي. سبورت تؤيد، اكسبلين تشرح، لاستريت تفسر، او بروفايد ايفيدنس بتدي دليل، فور ذا ايديا اكسبريسد ان ذا توبك سنتنس، الفكره اللي تم طرحها في جمله الموضوع، لا بعيد. انالايز بتحلل تو بوينتس، نقطتين اوف فيو، وجهتين نظر، باي ايذر كومبيرنج ذيم، اما عن طريق المقارنه كونتراستنج او التناقض، اور بوث او الاثنين مع بعض، لا
هتلاقي الجملة المناسبة هي جراب، ان انت بتشد the reader's attention to read the essay. وهتلاقي القطعة اللي جاية عن الملكة العظيمة المصرية الفرعونية حتشبسوت، ودي واحدة من النساء النادرات اللي حكموا مصر، وبينسب ليها نجاح هائل جدا جدا استمر طول فترة حكمها من العام 1479 قبل الميلاد لعام 1458 قبل الميلاد. كده طبعا هي حكمت 1479 لحد 1458، حكمت 21 سنة. طول ال 21 سنة فترة حكم الملكة حتشبسوت كانت رائعة وبها طفرات عظيمة جدا، طفرات في مجال الاقتصاد، طفرات في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول أخرى، وكمان طفرات في مجال الإنشاء المعماري. الملكة حتشبسوت طورت علاقتها وحسنتها بدول الجوار الأفريقية، وانتقلت بالتجارة بتاعتها إلى بلاد بونت، ودي موجودة في الشرق الأفريقي، أدي اسم بتاعها إيه بونت، وجابت من هناك مجموعة من الخامات والأشجار اللي كانت لها يعني إيه استخدامات كتيرة في مصر، ومن أشهرها جابت معاها مجموعة من الأشجار اللي كانت حديث إيه زراعتها في مصر. طبعا ده أدى لأنها قدرت تقوم بمجموعة من الإنشاءات اللي قامت على هذه المواد التجارية اللي تم استخدامها من هذه الدول. الملكة حتشبسوت لها العديد جدا من التماثيل اللي تم طبعا عملها ليها، ولها دير شهير جدا في الدير البحري، في لها قصدي معبد موجود في الدير البحري، وليها إنشاءات موجودة في بني حسان. طبعا دي كلها مناطق موجودة في محافظة الأقصر. والملكة حتشبسوت زي ما قلنا من النساء النادرات اللي حكموا مصر وكان ليهم نجاح عظيم وقلنا عليه. طبعا كانت بتستمد النموذج المعماري لها من توتموس، وده توتموس ده الأب الأكبر ليها أو جدها زي ما بيقولوا توتموس الأول، وده طبعا بينسب ليه نمط معماري معين في الإنشاءات معروفة جدا ليها. المومياء بتاعت الملكة حتشبسوت موجودة في المتحف المصري. نبدأ بالأسئلة بتاعتها، والجملة 25: What was Hatshepsut's main contribution to ancient Egypt؟ إيه الإسهامات العظيمة اللي قامت بيها الملكة حتشبسوت لمصر القديمة؟ هنلاقي she brought peace and wealth to the country، عهدها كان كله عهد سلام واقتصاد. والسؤال 26 برضه احنا لسه ما زلنا على القطعة بتاعت الملكة حتشبسوت، بيقول لك فيها: Which of the following do we not learn about Pont from the text؟ بلاد بونت، ايه المعلومة اللي ما وردتش عنها؟ يعني ايه المعلومة اللي احنا ما نعرفهاش عنهم اللي هي ما جاتش في النص طبعا؟ People hunted animals there، الناس هناك كانت عايشة على الصيد، ما نعرفش، ما قالناش احنا المعلومة دي. سبعة جملة فيها: How could Hatshepsut afford to build so much during her rule؟ كيف تمكن الملكة حتشبسوت من بناء كل الحاجات اللي عملتها دي أثناء فترة حكمها؟ ده كمان في حاجة نضيفها عن الملكة حتشبسوت وموجودة في القطعة، إن هي مش بس اكتفت بإنشاءات معمارية ليها هي، لا ده كمان عملت ترميمات لإنشاءات معمارية من العهود السابقة عليها اللي تأذت. طيب هنا اللي ساعدها إنها تعمل ده، she improved trade with other countries، التجارة اللي حسنتها مع الدول الأخرى مكنها من إنها تعمل الإنشاءات العظيمة دي. What do we know about the statues that were made of Hatshepsut؟ التماثيل اللي تم عملها الملكة حتشبسوت نعرف عنها إيه؟ الاختيار C: They are more impressive than other statues، إنها يعني جميلة جدا وذات تابع تأثيري أكثر من التماثيل الأخرى. أنت ما عندكش كتابة في الامتحان حتى الآن، يعني الله أعلم ممكن بعد كده اللي ممكن يحصل، لكن هنا في سؤال كتابة، هو المفروض إن كلهم يبقوا تشوز. Why do you think many of ancient Egypt's older monuments have been damaged before Hatshepsut's rule؟ ليه اللي حصل إن تدمرت أو تأذت المباني الأثرية القديمة قبل الملكة حتشبسوت؟ لا والله أسباب عديدة، ممكن يكون ممكن نقول because of nature، بسبب الطبيعة، أي حاجة ممكن تقولها تنفع. In what way، طالما إنه جايبش معلومة، In what ways is Hatshepsut a good role model for women today؟ إيه الطريقة أو إلى أي مدى ممكن نعتبر إن الملكة حتشبسوت نموذج يحتذى به لنساء العصر الحالي؟ She was a leader، كانت حاكم دولة. She could rule a country like Egypt، قدرت تحكم دولة زي مصر for 21 year، أكثر من 21 سنة، وكمان كانت ناجحة جدا. كل هذه حاجات محفزة. طيب 31 لسه على القطع: According to the article، طبقا للمقالة دي، gold valuable stones، gold اللي هو الذهب، valuable stones الأحجار اللي هي ذات قيمة عالية، and animals والحيوانات، where إيه بقى؟ كانت ايه الحيوانات؟ كل الحاجات دي حصل لها ايه؟ طبعا ايه وير بروت باك تو ايجيبت، تم استعادتها الى مصر. الجمله اللي بتقول فيها: people considered دير البحري، اللي هو الدير البحري، one of the wonders of the ancient
وارلد وندرز از سيميلر ان مينينج ان مينينج تو مارفلز، هي بمعنى عجائب. الناس بتعتبر الدير البحري واحد من عجائب العالم القديم يا شباب. في تقدر تقول لك فيها which of the following is incorrect، ايه الجمله اللي جايه اللي هي جمله غير سليمه، جمله غير حقيقيه according to the passage، طبقا للقطعه بتاعتنا. الاختيار دي توت ماس، the third was Hatshepsut's stepson. ابدا يقول فيها we can see the mummy of Hatshepsut، المومياء بتاعت الملكه حتشبسوت، احنا قلنا انها موجوده في المتحف القومي المصري at the National Museum of Egypt Civilization، وده موجود في التحرير. خمسة يقول لك فيها trade with other countries، التجارة مع الدول الأخرى. كذا during Hatshepsut's rule، في فترة الحكم الملكة حتشبسوت flourished، ازدهرت، كانت التجارة مزدهرة جدا في عهد الملكة حتشبسوت. ننتقل ل 36 يقول لك فيها according to the article، تبقى المقالة دي which of the following gives incorrect information، ايه المعلومة اللي جاية وهي معلومة غير حقيقية، معلومة خطأ. الاختيار دي today people consider the Thutmose style of making statues as a typical، لا ده مش typical modern، لا ده ancient، ده نظام قديم في الانشاء، لان الفرعون توتموس على فكره، توتموس هو اسمه، توتموس مش نمطي حديث، لا ده بالعكس، ده نمطي قديم. طيب حتشبسوت وجه فراغ during her region، في اثناء فتره الحكم بتاعتها، يا ترى هذا lot of amazing buildings، كان عندها بنيات عظيمه، achieved peace، حققت السلام، brought wealth to the country، جابت ثروه للبلد، ولا كل اللي عدى all of the above، كل اللي عدى الملكه حتشبسوت عملته. نتحرك مع المجموعه الثانيه من الاسئله، وصلنا للترجمه تحديدا، وهنبدا بجمله رقم 38 ودي باللغه الانجليزيه، نحولها للغه العربيه. Innovation is endless. The more man seeks progress and welfare, the more he invents things that make life easier. However, do you think all inventions don't have negative aspects? تعال نشوف بطريقتنا اللي هي طريقة الاستبعاد، ونشوف الجملة اللي ايه هنستبعد الأول مين وبعد كده. الابتكار لا نهاية، ماشي، innovation is endless، جميل، لحد ما فيش مشكلة. فكلما ابتكر الإنسان، ماشي، the more man seeks، ده بقول لك seeks progress، هو ما قالش كلما ابتكر دي، تمام، لا دي ان الحته دي غلط، هو الانسان هنا هو بيسعى، مش ابتكر، هو ما جابش كلمه ابتكر هنا، seeks progress، فكده غلط يعني، دي لو هي لوحدها غلطه كفايه. طيب ماشي، نشوف الثانيه. الابتكار لا نهايه له، innovation is endless، لحد هنا مفيش مشكله. طيب اللي بعدها بيقول لك ايه، فكلما سعى الانسان للتقدم والتطور، the more man seeks progress and welfare، لحد هنا مفيش مشكله فيها. كلما اشترى، فين اشترى دي؟ مش موجوده، هو بيقول لك invents، طب يبقى اشترى دي غلط، مفيش اشترى. تعال نروح للي بعدها اللي هي سي، الابتكار له، ماشي، innovation is endless، تمام، فكلما سعى الانسان للتقدم والرفاهيه، كلما ابتكر اشياء تجعل الحياه اسهل، تمام، اهي نجيبها تاني، innovation is endless، الابتكار لا نهاية له، جميل. The more man seeks progress and welfare، فكلما سعى الإنسان تقدم الرفاهية، الواو صحيح منسية بس ماشي. The more he invents things that make life easier، فكلما ابتكر أشياء تجعل الحياة أسهل، تمام، حلوة الحتة دي. However، على الحال، do you think all innovations، ومع ذلك هل تعتقد أن كل الاختراعات، inventions اختراعات، don't have negative aspects، ليس لها جانب سلبي، يعني هتلاقي الجملة في الاختيار جيم هي الأفضل. طب نشوف اللي بعدها. الرفاهية لا نهاية لها، وما بقولش رفاهية، innovation مش معناها رفاهية، ودي كلمة مهمة جدا ما ينفعش أغفلها. نكمل، لا نهاية لها، فكلما، طب هي أدي الابتكار خلاها هو رفاهية، لا نهاية لها، فكلما سعى الإنسان إلى التقدم والرفاهية، ماشي، خلاص كده، كلما ابتكر أشياء تجعل الحياة، هنا أسهل وهنا أسرع، شوف أدي غلطة تانية، يعني شوف أدي كلمتين غلط هم، تمام، كمل، ومع ذلك، لحظة بس نرفع الشاشة عشان تشوفها، هل تعتقد أن الرفاهية، ماشي، ليس لها جوانب، هو مش بيقول رفاهيه، هو بيقول انفنشنز، صح كده؟ اهي انفنشنز، شوف فيها كام غلطه، الجمله الثالثه ثلاث غلطات. يبقى لو بصيت على الجمل الثلاثه اللي هم الف وب ودال، هتلاقي كل واحده فيهم فيها غلطه مهمه جدا في كلمه ما ينفعش نعديها، يعني مثلا في الجمله الاولى في غلطتين، ابتكر وعندي ايه اسهل، دي برضو ايه غلطتين، ماشي، دول غلطتين تجعل الحياه اسهل، دي غلطتين عندي في الحته دي. طيب اشترى دي هنا غلطه، هنا الجمله الثالثه الجمله الرابعه فيها ثلاث غلطات،
هتلاقي يمكن افضل واحده فيهم هي الاختيار جيم زي ما قلنا. Women have played a pivotal role. Pivotal عامله زي vital، تدي نفس الفكره يعني. In the renaissance of ancient and modern societies. Through this role they demonstrated their ability to achieve positive change in those societies. طيب طيب women have played a pivotal. Played معناها لعبت دور حيوي، مش أظهرت، مش أظهرت، خلاص تمام. طيب اللي بعدها، لقد لعبت المرأة دورا محوريا في بناء المجتمع. In the Renaissance. Renaissance شباب دي مش معناها بناء، ده رينيسانس حاجة لها علاقة بالنهضة والحاجات دي. طيب ماشي، لقد لعبت المرأة دورا عاديا. فين كلمة عاديا دي؟ ده هو بيقول لك ايه، بيفوتال، ما قالش عادي. طيب اللي بعدها، لقد لعبت المرأة دورا محوريا. جميلة دي، في نهضة المجتمعات القديمة. اهي رينيسانس هي كلمة نهضة موجودة اهي، تمام. المجتمعات القديمة والحديثة. of ancient and modern society. جميل جدا. Through this role they demonstrated their ability، وأظهرت من خلال هذا الدور قدرتها، ability to achieve positive change، على تحقيق التغير الإيجابي in those cells، في تلك المجتمعات. هتلاقي إن الاختيار دي هو أفضل واحد ممكن ناخده إجابة، ولذلك هنحط عليه هو الخط بتاعنا. طيب الجملة رقم 40، ودي ترجمة بس هتبقى باللغة العربية، نبدأ معاها. بيقول لك إيه فيها؟ أعتقد أننا سنتوقف عن طباعة الصحف في العقود القليلة القادمة. سنقرأ الأخبار عبر الإنترنت، لذلك سنحتاج إلى معرفة المزيد عن المواقع الإلكترونية الجديدة التي يمكن أن تعطينا وجهة نظر متوازنة. طيب الجمل عندك دي باللغة العربية جمل طويلة شوية، فبنحاول نظهر الشاشة عشان تبقى يعني اللي أنت شايفه الأربع اختيارات كلهم قدامك. تعالى نختار بفكرة اللي إحنا متعودين عليها، فكرة إن إحنا نوقع إجابات من الإجابات لحد ما نوصل لإجابة سليمة. طيب نشوف، اعتقد اننا سنتوقف عند بعض الصحف العقول القديمه، تمام. In the next few decades I think that we will have continued. continued هو هيستمر، هو بيقول لك سنتوقف، يبقى ازاي continued؟ لا دي غلط. have continued دي اللي قدامك دي غلط، هو مش هيستمر، ده هو هيتوقف، تمام. ادي غلطه اهي. طيب تعال روح للثانيه، بيقول لك in the next few decades I think we will have stopped. ماشي، دي مفيش مشكله فيها. stopped ايه؟ painting newspapers. ماشي. طيب هو ليه اعتقد اننا سوف نتوقف عن طباعة الصحف، سوف نتوقف. طيب خلي بالك من انه painting، stopped painting، paint معناها يرسم مش print. طيب يبقى دي غلطة، دي لو هي الوحدة الغلطة تبقى كفاية. طب تعال روح لسي، بيقول in the next few years في السنين القادمة I think that we will have stopped printing books. كتب، هو ما قالش جيبش كتب، هو ليه؟ وقال صحف، تمام. تعرف الاخير خلاص كده واضح، التلاته بقى غلط، يبقى دي هي اللي هتكون صح. In the next few، لحظه بس نعليها شويه، بس لو عليناها هتستخبى الجمله العربي. نبص عليها، In the next few decades اعتقد ان سوف تقف تبع السوق القادمه، بكملها I think that we will have stopped printing، تمام. newspapers ماشي لحد هنا، تمام. سنقرا الاخبار عبر الانترنت، we will be reading the news online، ماشي. لذلك سنحتاج المعرفة من المواقع الإلكترونية. So we will need to know about new websites. هنرفع شوية بقى that can give us a balanced point of view. تمام، هي اللي هتكون أفضل إجابة، فهناخدها في الجملة رقم 40. طيب نروح ل 41. 41 بس للأسف ما جايبش الاختيارات كلهم على صفحة واحدة، منتقل للصفحة اللي وراها. طيب نشوف الأول بس إيه، وناخد فكرة الإزالة اللي إحنا متعودين عليها. يهدف منتدى الشباب العالمي المقام بمصر سنويًا إلى الرعاية الكاملة للشباب وتحديد وحل كل المشاكل التي تواجههم، للاستفادة بشكل فعال من مهاراتهم وإمكانياتهم في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة. طيب تعال ندور بقى. يهدف منتدى الشباب العالمي، طب أقول لك إيه ده؟ International Men Forum، هو المنتدى ده للرجال فقط؟ لا، دي لوحدها غلطة، اللي بتبقى يعني هي دي الغلطة يبقى إيه كفاية. طيب نروح لي اللي بعدها. طيب الجملة اللي بعدها هيقول لك فيها The International Youth Forum which is held in Egypt. الجملة باللغة العربية نسترجعها مع بعض عشان نشوف، طبعا نحاول نجيبها على الشاشة كده نشوفها تيجي معاك ولا لأ. لو جبناها هي على الشاشة هتختفي معاك الجملة الانجليش. طيب انا هقولها لك، هقراها لك انا القراية، وانت ايه تابع معايا الانجليش
علشان نشوف شغاله ازاي. ده انترناشونال يوث فورم اللي هو منتدى يهدف منتدى الشباب العالمي which is held in Egypt الذي يقام في مصر انولي سنويا الى الرعايه الكامله aims to fully care for young people، الرعايه الكامله للشباب and identify and solve وتحديد وحل كل المشاكل all the problems they face اللي بيواجهوها to effectively benefit لكي تمام بشكل فعال من مهارتهم وامكانياتهم في تطوير المجتمع their skills and capabilities in developing society and achieving comprehensive development اللي بيقول لك فيها التي تواجههم الاستفادة بشكل فعال من مهاراتهم وامكانياتهم في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة. هتلاقي الإجابة بي هي أفضل إيه صياغة للجملة. طب تعالى نقارن كده، خلاص إحنا العربي كده مش محتاجينه، تعالى بقى نقارن الجملة، خلاص إحنا قلنا إن بي هي أفضل إجابة، قارن كده بي مع سي ودي عشان تطلع الغلطة اللي بينهم. ده International Youth Forum which is held، هنا هو مبني مجهول، هو جابها holding، جابها على إنها مضارع مستمر، دي غلط خلاص كفاية ما تتعبش نفسك في قراية تاني. طيب International اللي تحت هنا جابها إيه في الاختيار دي؟ في الاختيار دي راح جابها لوكال، ادي غلط خلاص كده تمام. يبقى كده الاختيار بي هو افضل اجابه هناخدها للجمله بتاعتنا. خلاص شو نروح للجمله اللي بعدها وهي الجمله رقم 42 واللي بيقول لك فيها تهتم الدوله دائما بحمايه حقوق الملكيه الفكريه للمؤلفين والناشرين، لذلك شفت لقينا عمالين نقول الكتاب المعاصر كتاب المعاصر كتاب جيم كتاب جيم عشان نقول ان الكتاب ده بتاع الناس بتاع اصحابه يعني. لذا تفرض عقوبة صارمة على القرصنة الفكرية وتسيب الكتب حفاظا على حقوق المنتجين ودور النشر. طبعا اختيارات طويلة جدا اللي قدامنا، فالمهم هنبص فيهم. يعني أول واحد بيقول لك إيه the state، إيه state دي؟ لا دي غلط، إحنا بنقول إيه the state الدولة. طيب اللي بعديها قال لك the state is always interested in protecting the intellectual property رايتس. كلمة رايتس مكتوبة غلط يا شباب، المفروض ار اي جي اتش تي اس، طبعا هنا جاب كلمة تاني خالص غيرها. طب نبص على الاختيار سي عشان نشوف الأخطاء اللي فيه، طبعا هنبص عليه بيقول لك إيه فيها؟ بيقول لك ذا ستيت از اولويز ماشي انترستد، أنا هقول لك الجملة العربي اللي هي تهتم الدولة دايما بحماية حقوق الملكية بروتكتنج ذا انتلكتشوال بروبرتي رايتس، كلمة رايتس مكتوبة صح هنا اوف اوثرز للمؤلفين and publishers and machines so it imposes a strict penalty، penalty معناها عقوبة تمام، تفرض عقوبة صارمة تمام كويس خالص on intellectual piracy على القرصنة الفكرية and the book leak in order وتسيب الكتب حفاظا على in order to preserve the rights of producers and publishing تمام. الجملة كده دي هتلاقيها جملة سليمة ما فيش فيها اي اخطاء تذكر. طب استعجلت وخدتها ليه يا مستر؟ يا سيدي سهله، تعال نقارنها باللي بعدها ده استيت اهي غلط. يبقى انت كده لو رجعت الاربع جمل قدامك اهي، طبعا صعب ان هم الاربعه يظهروا على الشاشه، بس المهم هتلاقي اني عندك اهي الجمله الاولى فيها خطا اهو تمام. لحظه واحده احنا طلعنا الجمله اللي بعدها ماشي، الجمله الاولى فيها خطا اهو ماشي، الجمله الثانيه فيها خطا اهو، الجمله الثالثه هي اللي سليمه والجمله الرابعه فيها خطا.